Uh, just to give you a quick outline, inshallah, we're going to the first session is going to last up until Dhuhr Salah, inshallah. Then you're going to go to the Masjid and pray Dhuhr Salah and it's the Masjid. After Salah, inshallah, we're going to do the second session, uh, which is going to start at I think two o'clock, isn't it? At two o'clock, basically. Uh, for that, after that, every hour there's going to be a short break, inshallah, so you can stretch. And a uh, short break meaning five minutes, ten minutes, perhaps. The Sheikh will let you know. Inshallah. So that's this program for today. I'm going to continue up until Asr Salah. Asr Salah, pray in the masjid. If need be, we'll come back if we haven't completed the text by then, inshallah, which we hope to have completed it by then. Barakallahu feekum. Uh, on the ladies' side, there's refreshments and stuff being sold outside. All that goes to support the college. So instead of Go into Sainsbury's or one of the shops, then buy your stuff here. It's that money. الى متى نمشي؟ الى اي وقت؟ الى الساعة كم الظهر؟ الساعة واحدة والنصف صح؟ واحدة والنصف يعني في ما شاء الله في فسطنان. طيب اخواننا رجاء خلوا الاحذية في الخارج حذاء افضل لا احد يدخل بالحذاء كل بهم حتى اللي موجود هنا بعضهم مع if any shoes في if you the shoes جزاكم الله, نعم. الله خير ايوه جزاكم الله خير <applause> ما في مشكلة نعم كيف يجلس؟ اذا هو الناس هنا سير حتى ندخل كلهم هنا ان شاء الله ثم يتسع المكان نعم تعال انت من هنا في طالب واحد هنا تمام بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله قبل ان ابدا قبل خمس دقائق ماذا اخذنا بالامس؟ Just before, before we start, whilst you're putting your shoes outside, what did we what did we study yesterday? نعم. نعم. أي شيء نريد كل واحد يعطينا شيء أثر فيه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أثر في سلوكك، أثر في نفسيتك، أثر في تعاملك، أثر في حياتك. نعم. And we want everybody to mention uh, one thing From the seal of the Prophet ﷺ, which impacted you either in your personal life, or your outlook, or how you interact with others. نعم. أنت أبشع كذا قليل. هنا يوجد أحد. تعال كذا. Just move up as much as you can. So more people can fit. أيوة نعم. حتى تسع لأخوانكم زك الله خير. نعم أدخل إشي. من لا. بعد اخلي يدخل وبعدين نبدأ. بال... نراجع اولا. نراجع اولا الدرس القديم امس. ثم نبدأ الدرس الجديد. هذا افضل. وانت لماذا لا تدخل تبقى هنا عند الباب. تعال كذا انت. هنا هنا. تعال هنا. ايضا ايضا كمان. شوف ارجع للباب الباب. هكذا آه جيد. تمام. ممكن يخفي قهوة آه. شيء. منكم لو انظر. مفيني. كان يخفيها شيء شيء لا تسقط خذها لا تسقط قرب قرب جزاك الله خير هو المفروض انه المتكئ هناك يكون كبير سن لحيه فيها شيب شيب المفروض هذا قرب قرب الشيخ قربوا هنا حتى اذا جاء احد لا يتجاوزكم او خليك انت معك انا بس افسح المجال قليل ما يبقى احد في الخارج؟ ما يوجد احد؟ لا يوجد احد تمام بسم الله نبدا؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد رسول أولا قبل أن نبدأ في الدرس الجديد نراجع القديم بالأمس ولله الحمد أخذنا السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Before we begin our new lesson, we're going to revise some of what we studied yesterday. And yesterday, بفضل الله, we studied the سيرة of the Prophet صلى الله عليه وسلم. نريد منكم بارك الله فيكم أن كل واحد يذكر شيء أثر فيه من السيرة في سلوكه في حياته في تعامله. نعم. And we want from you بارك الله فيكم to mention something from the seerah of the Prophet صلى الله عليه وسلم which had an impact on you whether it's your personal life or your outlook or how you interact with others يعني مثلا تقول أثر في أمس أن الله سبحانه وتعالى جعل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم البركة فأنا إذا اتبعت السنة الله سبحانه وتعالى يبارك لي في كل شيء

يصبر ويتحمل المشاق ونحن لم نجد شيء يعني الى اليوم ما احد قال عنك انك ساحر وكاذب و... نعم ف... فهذا اثر في انا في سلوكي اني لابد اصبر اصبر على العلم، اصبر على العمل، اصبر على الدعوه نعم. أو oh, you might say that I was affected by how much patience and tolerance the Prophet صلى الله عليه وسلم showed when dealing with the difficulties that he went through, especially in da'wah, and that I also have to be patient even though nobody here has been ever called a magician or a madman or anything similar to this. أو يقول مثلا كيف أنا أقول أني أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أفكر في الدنيا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفكر في الدنيا كان عنده غرفة صغيرة. نعم إذا لابد And fi dunya. Or a person might say that for me to be a true follower of the Prophet, وسلم, how can I be a true follower of the Prophet and all of my focus is on the dunya? And yet the Prophet, وسلم, his house was only a small room, and I am focusing or placing all my focus. على الدنيا كيف يمكنني أن أكون حقيقياً للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أو أقول مثلاً أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقم لنفسه قط من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط يقول ولا مرة واحدة انتقم لنفسه غضبه ورضا لله إذاً لابد أن يكون غضبي ورضاي لله لا للدنيا لا لشيء نعم Or a by the fact that the Prophet ﷺ, he never sought revenge for his own personal interests. Rather the pleasure and the anger of the Prophet ﷺ was always for the sake of Allah. And therefore I have learned that I should also make my loving and hating for the sake of Allah subhanahu wa not for the dunya or one of the desires. <laughs> أن النبي صلى الله عليه وسلم أطيب الناس رائحة أتطيب دائما أستاك ألبس ملابس وسط يعني لكن نظيفة مرتبة نعم Or a person might say that the fact that the Prophet صلى الله عليه وسلم was the most fragrant of people and I have learned from this that I should always perfume myself and look after my appearance brush my teeth wear clothes which are moderate but clean لا تعصب عصبية قومية or that a person should not have any form of nationalism لا فرق بين أبيض وأسود إلا بالتقوى ولا عربي وغير عربي إلا بالتقوى and that we don't differentiate between an Arab and a non-Arab or a black and a white except by التقوى وأستغل هذا في دعوة غير المسلمين

Rather, he was from the first who accepted Islam. من العبيد. From the slaves. ثم الإسلام حرره من الرق. And then after this, Islam freed him from this slavery. هل تعلم أن الدين الإسلامي هو الدين الذي حرر العبيد من الرق؟ And do you know that the religion of Islam is the religion which promoted the emancipation of slaves? ونقول للمرأة أيضا هل تعلمي أن الدين الإسلامي هو الذي أعطى المرأة كل الحقوق لأنه سلبوها الحقوق وكانوا يذبحونها ويقتلونها ويأخذوا أموالها نعم And also you could say to the women that do you know it was Islam which established the rights of women after many of these rights had been taken away and they were exploited and they used to be killed نعم فالسيرة تطبقها عملياً So على نفسك وعلى مجتمعك وعلى الدعوة. So the سيرة you have to implement it upon your own self and in your society your community as well as utilize it when giving دعوة. مفهوم؟ إذا لا نريد فقط قراءة السيرة تقرأها كذا لا لابد تظهر يظهر عليك أثر السيرة على سلوكك وعلى تعاملك مع الناس. وعلى دعوتك. So our study of the seerah should not be the mere reading of a book rather the seerah has to be demonstrated and apparent upon our actions and our outlook and how we interact with people. نعم والله اعلم. خمس دقائق تكتب له في الهاتف في ورقه في اي شيء تكتب هذه الامور ممكن؟ So five minutes and if everybody could make it could make a note of these matters or similar matters whether it's on your in your books on your phones or otherwise. ممكن؟ الكل ممكن؟ Will everybody will everybody do it؟ إذا لم تحضر بالامس يا أخي يا أستاذ الذي لم يحضر بالامس يكتب من زملائي تتعاون ولكن كل واحد منكم يكتب في هاتفه. Um, and if, طيب. the, if somebody did not attend yesterday, then they can revise with their friends. ماذا تكتب؟ And what will you be writing? كيف اطبق دراسه السيره النبويه او كيف تؤثر دراسه السيره النبويه على سلوكي وعلى مجتمعي وعلى دعوتي؟ كيف يعني اجعلها تطبيقا عمليا؟ uh, How should the study of the Seer of the Prophet صلى الله عليه وسلم Have an impact upon a person, or how can it be practically implemented and demonstrated in interacting with those who are around us? <laughs> and this applies to both the brothers and the sisters. It's five minutes, inshallah. <laughs>